十九的尽量变化进来。أما سجود التلاوة في أوقات النهي، أولا السجود من ذوات الأسباب، قد اختلف الفقهاء في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وذلك على قولين. القول الأول مشروعية فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الصواب. الأدلة على هذا كثيرة، منها حديث يزيد بن الأسود عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف، فلما سلم فإذا هو برجلين في أخريات القوم، فجاء بهما ترعد فرائصهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا، ألستما مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله، لكن صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، فإذا أتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا دليل على إيقاع النافلة في أوقات النهي، لأن هذا من ذوات الأسباب. أما التطوع المطلق فحرام. من الأدلة على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم. فقد أذن له إعادة الصلاة في أوقات النهي تكون نافلة، فدل ذلك على جواز إيقاع النافلة في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. وسجود الشكر وسجد التلاوة من هذا. لو قيل بأن سجدة التلاوة صلاة، وهذه مسألة خلاف بين الفقهاء، فإن طائفة من العلماء يقولون عن سجدة التلاوة بأنها صلاة، وهذا قول الجمهور. وعلى هذا يشترط في سجدة التلاوة وسجدة الشكر ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك. وقول الثاني أنها ليست بصلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهو الصواب، لأنه لا دليل على اشتراط أو الاشتراط لسجود التلاوة وسجود الشكر ما يشترط للصلاة. وعلى القول بأنها صلاة كما قول الجمهور فإنها تفعل في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. وأما ما لم يكن من ذوات الأسباب فإنه لا يفعل في أوقات النهي، كالتصدق على الغير، رجل فتته الصلاة بعد العصر، أو رجل فتته صلاة الفجر، فإنك لا تتصدق عليه لأن هذا ليس من ذوات الأسباب. وذوات الأسباب ما تخصك لا ما تخص غيرك. فمن جاء في أوقات النهي ليصلي تحية المسجد لا بأس به، لأن هذا من ذوات الأسباب بالنسبة له. وما التطوع على الغير فهذا ليس من ذوات الأسباب ولا سبب لك في ذلك، إنما هذا يخصه ولا يخصك، ويعنيه ولا يعنيك، فلا يصح فعل ذلك في أوقات النهي. نعم. شوف حديث من يتصدق على هذا ليس فيه إذن.
من يصدق على هذا؟ حديث صحيح، هذا في غير أوقات النهي. استغرقنا ذوات الأسباب، صدق هذا في غير أوقات النهي لأن هذا ليس من ذوات الأسباب. هذا إذن بالصلاة معه، لكن ليس فيه إذن، وليس فيه رواية توضح أن هذا مثل وقت نهي حتى نستدل به. يبقى هذا الحديث على عمومه، وخصص بحديث أوقات النهي ليس من ذوات الأسباب. أخرجنا ذوات الأسباب بالأدلة المتقدمة.